ونبارك لأخينا العروس إسحاق الطاهر، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك له، أن يبارك عليه وأن يجمع بينهما في خير. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآيات التي جاءت هي من ضمن آيات كثيرة يبين الله سبحانه وتعالى فيها الأدلة على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة، وأنه تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن العبادة مهما بلغت منزلتهم ومهما علت درجتهم فهم مربوبون فقراء محتاجون لله جل وعلا، وأنهم لا يستحقون شيئا من العبادة، وأن الإنسان إذا صرف لهم شيئا من العبادة ففوق أنه كفر بالله فإنه جحد نعمة الله وشكر غير مستحق لشكر، شكر العبادة، وعدل بالله تبارك وتعالى الغني الحميد الذي بيده ملكوت كل شيء، عدل به المخلوق الضعيف الذي هو فقير من كل وجه، محتاج من كل وجه، لا يستحق العبادة من كل وجه. ولذا يقرر الله سبحانه وتعالى هذه القضية بصور متنوعة في القرآن، فكان أن قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته، من علاماته الدالة على استحقاقه للعبادة، أن خلق لكم من أنفسكم، أي من جنس البشر كما قال أهل التفسير. فلو جعل الله للرجل زوجا من الجن أو من البهيم الحيوان لما سكن إليه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده لا شريك له، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال العلماء: وذلك أن الرجل أو أن الزوج يمسك أهله إما رحمة بهم وإما مودة وهي المحبة والميل القلبي، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك من الآيات الواضحة على وجوب صرف العبادة لله تبارك وتعالى، لأنه خلقك أول مرة ثم في أي صورة ما شاء ركبك، ثم يسر لك السمع والبصر والفؤاد، ثم يسر لك سبل العيش في الحياة الدنيا. وكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخرج العبد من أبوين، أب يسعى في كسب معاشه وأم ترضعه وتحوطه بالحنان، ثم يكونان أي الأبوين حريصان على تربيته أحسن التربية والعناية به من غير مقابل، وإنما مقابل ذلك أن الله جعل الرحمة في قلب هذين الأبوين، ثم ينشئانه حتى إذا كان شابا قويا جلدا ذهبا يختاران له من ما يختار الناس ما يكون به أسرة يستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى. كل هذا من تسخير الله، وهذا من الربوبية، عشان كده ربنا قال:
الحمد لله رب العالمين المصرف لشؤون الكون الذي يقدر الأمور بحكمة بالغة وبحكمة عظيمة. فإذا تأمل الإنسان هذه الآيات في نفسه وفيما حوله استدل بذلك على عظيم قدرة الله وعلى عظيم لطف الله وعلى عظيم حكمة الله وعلى عظيم غنى الله تبارك وتعالى، فأحب الله وعظم الله ولهج لسانه بشكره وجوارحه بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى دون ما سواه، لأنه لم ينعم عليه بشيء ولا بذرة ولا بحبة. شاكد الآية القبلية ربنا قال ومن آياته أن خلقكم من تراب، أي أبانا آدم، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، وهذه الأمور من أمور الربوبية التي يذكر الله بها العباد يستدل لهم بها ويلزمهم بعد ذكر هذه الأمور بوجوب صرف العبادة له وحده لا شريك له، لأن ذلك هو الغاية من خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا خلقنا من العدم، وجعل سبب ذلك أن خلقنا، خلق أبانا آدم من تراب. قال الله سبحانه وتعالى ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، بالطريقة المعروفة بالزواج الذي هو آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي ولدا سليما كامل الهيئة لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وبعض المفسرين ذكر أن هذه الآيات في حق أبينا آدم وأمنا حواء، وهذا باطل لم يثبت بدليل صحيح، ولا يجوز على الأنبياء الوقوع في الشرك، بل إن الله عصم الأنبياء جميعهم من الوقوع في الشرك، ولكن هو مثل عام يقع فيه كثير من خلق الله. قال الله سبحانه وتعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وده يا أخواننا حال كثير من البشر، واحد يتزوج ربنا سبحانه وتعالى يمنع فترة من الولد، بعد ذاك يسأل الله وربنا ينعم عليه بالولد، يقوم ينسب الولد لغير الله من المخلوقين ولمن يسمون زورا وكذبا بأولياء الله الصالحين. ده إذا سأل الله، ده إما ود مرته للشيخ شان الشيخ يديه ولد والشيخ يديه جنى إلى آخر، عرفته؟ وده الآن منتشر في المجتمع كثير، وتولى كبر نشر هذا الباطل والكفر بالله سبحانه وتعالى في السودان خاصة وفي العالم عموما، تسمى بالطرق الصوفية، شغالين نشر للشرك، شرك في الربوبية، إنه غير الله سبحانه وتعالى بدي الولد، وإنه الكباشي والزرقاب وغيرهم من هؤلاء الطواغيت إنهم بيدوا الولد مع ربنا سبحانه وتعالى.
ربنا سبحانه وتعالى بيّن في غير ما آية أن هبة الذرية نعمة يعطيها الله سبحانه وتعالى ويمنع الله عز وجل منها من يشاء، وأن الله لا يشاركه في خلق السماوات والأرض أو هبة الذرية أو غيرها من أمم الربوبية أحد من خلق الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: هذه الآية قطعت شجرة الشرك من أصولها. أنت بتمشي لك لبني آدم وتطلب منه يديك ولد، إما لأنه الاحتمال الأول بيملك الولد مع الله وربنا نفى لك الاحتمال ده، إما تصدق هذا الخبر من الله إنه ما بيملك وتبقى إنسان مؤمن ومسلم، أو ما تصدق كلام ربنا سبحانه وتعالى. صدق القصائد الغشوا بها كثير من المسلمين: كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي. تصدق ده وتكفر بالله سبحانه وتعالى، كويس، وتخلي القرآن وتخلي السنة وتولي القرآن والسنة ظهرك، عرفتها؟ فربنا سبحانه وتعالى قال لك ما بيملك حاجة، ما بيملك مع الله حاجة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب الاحتمال الثاني، قد يكون هم ما عندهم الملك لكن قد يكون عندهم شراكة، يقول لك: والله يا أخي الدكان ده ما حقي لكن أنا شريك فوقه، برضو عندي فوقه حق، هو كامل ما حقي لكن عندي فوقه حق شريك. ربنا قال: لا، ما يملكون مثقال ذرة في السماوات وما في ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. ما لهم يعني ما للمدعوون من دون الله والذين يستغاث بهم من دون الله، ما عندهم في السماوات والأرض شرك، شراكة وشركة ما عندهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ يعني هل هم اتخذوا شركاء؟ هؤلاء الشركاء من صفاتهم أنهم يخلقون مثل خلق الله، مثل خلق الله، عملوا شجر نيم زي الله وشجر ليمون زي الله، وعندهم بحر زي ربنا، وعندهم أسماك بلطي وما أعرف ليك خشم بنات وبياض وعجل زي ربنا سبحانه وتعالى، فما استطاعوا أن يفرزوا وأن يفرقوا بين ما خلقه الله وخلقه هؤلاء الأولياء، فاتخذوا ما خلقه الأولياء. هل ده حصل؟ ما في. طيب الاحتمال الثالث، قد يكون هم ما عندهم ملك وما عندهم شراكة لكن قد يكون عاونوا ربنا سبحانه وتعالى في شيء من خلق السماوات والأرض أو من خلق ما في السماوات والأرض. ربنا قال: وما له، أي ما لله، منهم، أي من هؤلاء الذين يدعون مع الله، من ظهير أي من معين ومن مناصر لله سبحانه وتعالى. ربنا ما عنده نصير. طيب الاحتمالات الثلاثة دي اتنفت، ما قد يكون عندهم مكانة، هم الملك ما عندهم والشراكة مع الله ما عندهم، الكون ده كله خلقه الله، والبحر خلقه الله، والسمك والحيوانات والولد ذاته بجيبه الله، لكن هم قريبين لله، عندهم مكانة عند الله، بالمكانة دي نحن بندعوهم عشان يشفعوا لنا. وهذا يكون في حق ملوك الدنيا، لأن ملوك الدنيا ممكن تشفع عندهم من غير إذنهم ومن غير رضاهم. يقول لك: عليك الله الزول الفلاني ده قاعد في سجنكم خلوه، انت لازم لك منه تشفع. والله أنا زول ناصح لكم يا سعادة الملك، والزول ده في الموقف الفلاني
وقف معانا لما الناس كانوا واقفين ضدنا. يقول له والله كم ما قلت لي الكلام ده انا كان الزول ده دار اشنب، لكن في الكو ده من غير اذنه. وربنا قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. فهل في واحد من الاولياء ديل بيشفع عند الله سبحانه وتعالى من غير اذنه؟ ها؟ طيب ليه بيشرك بالله سبحانه وتعالى؟ لغاية ما حصلوا الصوفية بتاعنا ديل، وديل قاعدين يجيبوهم هنا في رفاع، هنا بجيبوهم في رفاع ناس الخنجر ومين العقلي ومين ما عارف ليك الطريقة أحمدية وطريقة كسنزانية وقادرية وسمانية، طرق موجودة، طرق بتاع الضلال وشرك، وناس خوافين عممهم تحصل السماء، عرفتها؟ والواحد جلابته أبيض من اللبن بتاع البقرة، فهمت؟ ومريح بريحة تجيك في نهاية البلد، لكن خواف قلبه كبير ما بيقدر يواجه بالحق، لأنه في نسوان بجنه لو اتكشف نسوان ما بجنه، وفي جماعة كتار بيدفعوا له بياض وقروش ما تاني ما بيجوا ما بيجي يواجه، فهمت؟ يتكلم ويجي يواجه إلا يعمل له تمثيلية، ونحن بنستغل هذه المنابر لكشف هؤلاء المجرمين، لأنه قبل شهور عملوا لهم تمثيلية في، يعني الكلام ده ما ناسينه، عملوا لهم تمثيلية هنا في الساعة بتاعت المولد، جايبين واحد صوفي قال عامل فوقه وهابي، قال أنت ما عارف دربنا بوين؟ أنت كده قول تعالوا ساكت شوف اللي بيحصل لك شنو، فهمت؟ جايبين لهم واحد صوفي نفس الصوفي ده بيجي يتكلم، وقاموا ردوا عليه قالوا هزيمة الوهابية. شغلة سهلة كده، وانت لما عملت تمثيلية وخايف تقال الشغلة سهلة، تكذب. لكن الشينة منكورة، الشعب السوداني بفضل الله بقى يكشف الصوفية، بقوا يتهاووا كأنهم هدام بتاع قرير في البحر، بيجوا واقعين عروش من طين فارغة، صوفية طرق بتاع شرك وإلحاد وباطل وضلال. جايبين الخنجر آخر حاجة، ده دكتورهم وعضو مين كده المجمع العام الصوفي الفقهي مين مالك، المهم اسم كبير وعريض، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، فهمت؟ فده قال بيقول إنه الأولياء بنزلوا الأمطار مع الله. أنا ما أعرف الزول ده بليد ولا زول ده أحمق ولا زول ده كلب ولا زول ده بعارض في القرآن ولا زول ده ما عاجبه كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولا معتبر الناس البشر ديل ما فيهم مسلم، ولا فهموا شنو؟ ها؟ فهموا شنو الزول ده؟ ده قال قال نحن قال بعد مرات بنمشي للأولياء بنسألهم المطر بندفع البياض، قال بيقروا ياسين بنزلوا لنا المطر. الأولياء أو أي أحد من المخلوقين أيملك شيء مع الله؟ الآية من سورة فاطر قالت لك ما بيملك حاجة مع ربنا سبحانه وتعالى. وفي الآيات دي ومن آياته ربنا قال ومن آياته، لا من آيات الخنجر ولا من آيات الإزيرك ولا من آيات الياقوت ولا من آيات الدجاجلة بتاعنا الصوفية ولا الطيب الجد ولا غيره من المجرمين ديل. ربنا قال ومن آياته ربنا يريكم البرق خوفا وطمعا، ده من آيات ربنا سبحانه وتعالى، خوفا يخاف الإنسان أن ينزل به غضب الله تبارك وتعالى، وطمعا أن ينزل الغيث المطر الذي يخرج الله سبحانه وتعالى به الزروع والجنات والثمرات التي يستفيد منها خلق الله سبحانه وتعالى. دي من آيات ربنا، ربنا قال هو الذي يريكم، ومن آياته ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ويرسل الرياح، وربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وربنا سبحانه وتعالى قال ألم يروا أنا، وهذا الضمير للتعظيم راجع إلى الله سبحانه وتعالى،
ألم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز القفر القاحلة فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. من الآيات المستمرة الظاهرة واضحة التي هي أمام الناس أوضح من الشمس في رابعة النهار. ربنا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ولذلك أعظم قضية احتوى عليها كتاب الله سبحانه وتعالى واعتنى بها الأنبياء والمرسلون والدعاة والصالحون هو بيان حق الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله جل وعلا. والآن الدعوات الموجودة في الساحة كلها كل الدعوات وكل الجماعات وكل الأحزاب الموجودة الآن على الساحة تركت هذه الدعوة الصحيحة الدعوة النقية الدعوة إلى توحيد الله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوها لمناصب ولخوف ولجماعات. فهمت؟ ناس بيقوا الصوفية يجيبون في جوامعهم ناس زمان كانوا بيدعوا للتوحيد مهم ده موضوع فهمت؟ يحرقك واحد يجيبون في مناظرة مع الصوفية الصوفي يجيب الشبهات في الطعن في العقيدة ويقول ان احنا ما عندنا مشكلة مع التصوف فهمت؟ وكلام كثير. لكن تعلم ان اعظم قضية ينبغي ويجب على الدعاة ان يهتموا بها هي الدعوة الى توحيد الله سبحانه وتعالى.